رعاية الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، اختتمت مساء أمس بطولة وزير الداخلية للتنس 2017، وذلك بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس وعددا من كبار المسؤولين والشخصيات. وأكد معالي وزير الداخلية حرص الوزارة على المساهمة في مختلف الفعاليات الرياضية دعما للمكتسبات الرياضية وتعزيزا للمسيرة المباركة التي تعيشها الرياضة البحرينية في العهد الزاهر لجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيدا في الوقت ذاته بتبني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية العديد من المبادرات في المجالين الشبابي والرياضي والتي شكلت قفزات نوعية في مسيرة الرياضة البحرينية وأتاحت لها الفرصة للانطلاق وتحقيق الإنجازات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأشار معالي الوزير إلى الأداء الفني الرفيع الذي شهدته البطولة وبالروح الرياضية التي تميز بها اللاعبون المشاركون، معربا عن شكره وتقديره للاتحاد البحريني للتنس على تعاونه الفعال وللاتحاد الرياضي للأمن العام ونادي ضباط الأمن العام على الجهود المتكاملة التي قام بها والتي ساهمت في حسن التنظيم وإنجاح البطولة. وقد شهد معالي وزير الداخلية المباراة النهائية للبطولة والتي جمعت الشقيقين الياس عبد الرضا وعبد الكريم عبد الرضا، وقد تفضل معالي وزير الداخلية وسمو الشيخ أحمد بن محمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس وسعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك لشؤون الشباب والرياضة بتتويج الفائزين بالكؤوس والهدايا التذكارية. وقد ظهرت النسخة 7 من منافسات البطولة التي أقيمت في الفترة من 6 حتى 12 من يونيو الجاري بمستوى فني متطور من خلال تواجد نخبة من اللاعبين المحليين الذين تنافسوا على مدى أسبوع للتتويج باللقب. ابدا الشكر الخاص لوزير الداخليه، وانا اليوم فزت على اخوي العود كريم عبد الرضا، وان شاء الله جايات اكثر. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر معالي وزير الداخليه على البطوله الحلوه اللي ينظمها كل سنه، انه يعطينا دافع اكثر واكثر ان احنا نتطور. ومبارك حق اخوي الصغير، نقول له الف مبروك على المركز الاول، وان شاء الله الجايات احسن ان شاء الله.